بيت الله تبدأ أمنياتي، ألبي ذا النداء بكل شوق، فيزول كل شيء في حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء. قال الناظم رحمه الله: ثم تكبر ليديك رافعا، واركع إلى أن تطمئن راكعا، وجافيا يديك عن جنبيك، وألق من كفيك ركبتيك، وفرجا عليهما الأصابع، وظهرك احصرنه لا مقنعا للرأس لا ولا مصوبا له، بل بين ذين وسطا تجعله، وفي الركوع والسجود يمتنع، تلاوة القرآن نصا قد رفع، فسبح الله العظيم راكعا، واجتهدا حال السجود في الدعاء، حتى إذا اطمأننت منه فاعتدل، وارفع يديك ثالثا كما نقل، وفي اعتدال قم إلى أن تستوي، مسمعلا ومثنيا بما روي. أيها الأحبة في الله، وحمد الله قلي محالي رضا كتاب سرادة كهد لعي قرآن صفة الصلاة، باب صفة الصلاة حالي وحاكسوا هذا لني قيام قفك إنتو تاغي هاي وحيامه لقرمي وحاد قد قلينا مركة قيامك أولا ماذا ركوعي سومان ركوعيا قد قلينا مركة شابعي رحمه الله تعالى. باب الركوع، هذا كان باب الركوع، ركوع ذي أبابي إيه، والاعتدال اعتدال ولقي اعتدال منه من الركوع، ركوع إيه اعتدال كي سوك هذه دونا. ثم تكبر وتكبير سنيسا رافعا أذب كريلا إلي يديك كعمها لك، واركع ركوع إلى أن تطمئن إلى تكحسي ليست راكعا من ركوع سنحالته، ثم تكبر وتكبير سنيسا أو مركي أو فاتحة يكون ما دو سورة يكون ما دو محاسم نيسا، ثم تكبر وتكبير سنيسا رافعا أذب كريلا يديك ليديك كعمها لك، والله أكبر خيوة. واركع ركوع إلى أن تطمئن إلى أتكحسي ليست راكع من ركوع سن حالته، ركوع إلى أتكحسي شدا لو ما يدك غار وحيس منه الله أكبر سمع الله الحمد لله مرة وإنه كحسي له مركع شوية ارتهي إن لئك سبحان الله إن لئك وإنه كحسي له وحا أقوسي محادر أقوسي يرت سدح مرة إنه يراده سبحان ربي العظيم بقى سيدا سوحا فعلا إنه كحسي له أدوسا كحسي له ركوع داس مجرته واهي مركي ركوع قابك وركوع لا شيخ وكوشة وعبري وجافيا يديك عن جنبيك وألق من كفيك ركبتيك وجافيا فوقي يديك كعمها كفوقي عن جنبيك لأن عيدها كفوقي وألق من سارو تجي كفيك لبضع عرض وحد ساري سار ركبتيك جلبها كا وجافيا فوقي وفوقي يديك كعمها عن جنبيك لأن عيادة كفوقي وألق من سارو كدجي كفيك محل هذا لوضع على عروضه ركبتيك جلبها معنى وحقول ايه هاي مركي خفك هو ركوع محلو بهاي لمرة ومحل هذا كعميس لأن عيادة كدجي وينو كفوقي لأن عيادة سيهو كعميس وين يكلفه مركو ركوع وقرقو على عشاء دنا وحقو قبتها جلبها كو قبوق هسار ده لو حضرتك اسا هو سكينه جلبه هو صدي قال انا ارغنا بابا وحنا نو شيء ما انا وانا ارغنا جلبه بك هو سمرينا جلبه بابا جلبه دول سار وفهم مع ما على عشم حد دول سار جلبه اي دول سار وفرجا عليهما الاصابع وظهر كهصرنه لا مقنعا للراس لا ولا مصوبا له بل بين ذين وسطا تجعله وفرجا كلسا او كلبح به عليهما على ركبتيك جلبها الكركودي الاصابع فريه وظهرك قبرك اهسرنه قبرك توسي لا مقنعا مد او
كريلا حال آذن أهين للرأس مدحي لا ولا مصوبا أذقنا هوس جينين الله للرأس مدحي بل إسكبر فيه تجعله وحدكي ليس ركوعي من مدحي بين ذيني لبضان متقول حي وسطا متقول حي بين ذيني لبضان وفرجا كلسا عليهما البها كلسا الأصابع فريه وظهرك نبر كاغنا إهصرنه توسي لا مقنعا أذقنا أهل مد أو كريلا للرأس مدحي لا مي وهسمين ولا مصوبا معنى لا إلا تفعل كريقتها ولا مصوبا أذيقون محل رهوس قيلين له للرأس مدحي بل إذكبرها فتجعله أي الرأس مدحي وحد كيريسا وسطا متقول لحي بين ذيني لبضا متقول لحي معنى حقولها مالكي خوفك أوروكوعه وحاليني قعميه سوى إنو دوسارة محل رضا جلبيه سوما محلو بقى فرح كلا سانا فرح وإنو كلا بحيا فرح أيضا سانا معنى سانا لمرو سانا لمرو وإنو فرح كلا بحيا أسوكو فرح وكلا بحيا وإنو باشو دوسارة كو نبر كاغنة توسيولي نبر كو إنو توسنا دا مدعا كرها أوقادن هوسنا هجين وحلو هذي بي بي نبر كلا بدا لإنو سندادنا على وباها مركي قفك أورو كوعو محلو بقى هاي هاي مركي بيها نبر كهدي بي لو قشبه بيها إنو سندادة كرين وقت نحن هذا على وباها سنان إنو هذا مدعا كرها أوقادن هوسنا هجين سنان خصوعنا مدعا حقي نبر كو إنيسا سنادا وفي الركوع والسجود يمتنع تلاوة القرآن نصا قد رفع وفي الركوع ركوع الحديثة أما ركوع الحديثة والسجود سجود الحديثة يمتنع وحاربتهما تلاوة القرآن القرآن الآخر نصا يكون ريبتهما الدليل نص كاسو قد رفع لوكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركوع ركوع الحديثة والسجود سجود الحديثة يمتنع وحاربتهما تلاوة القرآن القرآن كإلا أقريه نصا أي كريتوما دليل أهان نسكا سو قد رفع على كريالي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على النبي وحاك السجن إن أريد ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا ركوع سجود هذه لابد قال هين قرآن لما أقرن كرو حل بس حل القرآن ما أهم عبادة كرا إسكاله أما ذكر كرا إسكاله ما ركوع سجود هذه لابد قال محلنا قرآن لما أقرن كرو قرآن لما أقرن كرو وهدي العلق فوه المام ساوي يدعي كرو حد عقر أسوقه تاقن التحيد ونغري ويدعي كرتا سمان سوى أتوقع التحيد فلي فاتح ونغري ويدعي كرتا وهي المام كرا هي المام لو ميس ولكن وحلق هاد الله وام حي هدو سن أسوى هي المام سنة أو ركوع أقل وقرآن هدو أخريه أما سجود أقل وقرآن أخريه وحليم شيء حرام وحرام فسبح الله العظيم راكعا واجتهدا حال السجود في الدعاء فسبح وتسبيح سو اهوف الله الهي كنزه حمان ودن كهوف اللي هي العظيمه وينا راكع مدرك احسن حالته واجتهدا كدلا لو كدلا حال السجود سجودا انت لو كدلا في الدعاء دعده كدلا فسبح وتسبيح سو الله اللي هي العظيمه وينا راكع مك ركوع ادقشد محاسبين يسام ركوع ادقشد وانا ادعى سبحان ربي العظيم وليه ربي قاويني واجتهدا كدلا حال السجود سجودي حال الدادي وقتك في الدعاء كدلا ما كم حاله بهاي سجود ركوع ركوع ده وحيلة ذي سبحان ربي العظيم سجودا دعاء هو شيء دونا لكن سجود دعاء مركاة بانته سجود أقوى فعلا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد حلقة إله كله ده وحلقة سجود ده نبي صلى الله عليه وسلم حلق وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم مك سجوده كل جفتان وحد كده ده شيء ندعي ستان وح إلهي سبحانه وتعالى أمودين دعوتي إنه أجيب مك سيد درت المحافي عن قفك دعوتي مرات كله حلق سجوده إنه كفايديس سجوده إنه كفايديس حتى إذا اطمأننت منه فاعتدل وارفع يديك ثالثا كما نقل وفي اعتدال قم إلى أن تستوي مسمعلا ومثنيا واو كما قال مسمعلا ومثنيا بما روي حتى إذا اطمأننت مركة حسيجين واي منه ركوعي أما ركوعي فاعتدي الاعتدال ركوعي كإستاك وارفع كوريال يديك قعم هذا ثالثا رفعا ثالثا كوريال سدحت كما سيدي نقله ورفعه لو قصبوري عن النبي صلى الله عليه وسلم واي حتى إذا اطمأننت مركة حسيجين منه من الركوع ركوعي ركوعي يتكو حسيجين فاعتدل الاعتدال
واي وانا اعتداشا ركوع انا ككر نقطه مركز كر نقطه يصير نرفع كريال يديك قعمها ثالثا رفعا ثالثا ومرصد حدو كو مركز حريري سومين او قعمها كريجه الله اكبر لبوا محي مركز ركوع عيسي صدح مركز كي يستاجد انا ما حاسبين قعمها كر وقاد كما سيدي نقل لا سو غوري يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا سو النبي لا سو غوري قعمها ان كر لو قادو سيادتك ما محل سمينا ركوع ده مركز هذا وجرتيت ما حاسبين يسا ما كان استاجد وانا سمع الله لمن حمده بعد رجيت ضد قال ما استاجد سمع الله لمن لا سمع الله لمن حمده وحديده ما كنت ركعت كر نقنيس وانا بلاود سمع الله لمن حمده لكن ما كسه وتاجت مع الغرب ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده ما ده حق يسا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الله سمع الله انت ركعت كر نقنيس قد استاجد سدوه ما كنت استاجد وعلى غير ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وفي اعتدال قم الى ان تستوي مسمحلا ومثنيا بما روي وفي اعتدال اعتدال كدحديثا قم استاك الى ان تستوي الى سناتد مسمعلا مدها يسمع الله لمن حمده ومثنيا هذا امانه الله امانه بما ذكر روي لسوغوري عن النبي صلى الله عليه وسلم سوغوري مع اعتدال كانوا حلوا ما انت تحسش وانا تبحث شات سناتا لما رد واحد قال سمع الله لمن اسوق دبركيس انت وسن يسجد ودع الله وين دبركيس توسيا وحقول ما كو في اعتدال اعتدال كده احدي سقم استاك الى ان تستوي الى سناتو دبرك ابو سمي سيدي هدا ادغن وانا دو استاك مسمعنا ادو سمع الله لمن حمده ودع واي مركز استاجيت ومثنيا ادو امانه يا امانه يسا الله ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد ذكر بدنك وسؤال ربي ومثني أدب أمانة الله بما ذكر روي رسول قولي يعني النبي صلى الله عليه وسلم سلسة سمين إيسا وإن أساسه يستغل واي ركوع دي اعتذارك يا رب العالمين محمد قد بينا سجودي باب السجود والجلسة بين السجدتين ينحط ساجدا مع التكبير له ولا يبرك كالبعير وليسجد مقدما يديه وفي رواية لركبتيه ينحط وهبنا ساجدا حال سجودا مع التكبير تكبير له هبنا له يتكبير سنة للسجود سجودي ولا يبرك مفرسنا كالبعير رتق أكل مفرسنا وليسجدا ها سجودا مقدما أسوى هرمرنا يديه كعميه وفي رواية وحاكسوا لركبتيه أسوى هرمرنا جلبيه ينحطوا هوبنا مركوت اعتذارك يقول كدما وهوبنا ساجدا حاله من سجوده مع التكبير تكبيرتي ومحل رضا اي له هوبنا له للسجود سواء وتكبير سرع الله اكبر ولي الله اكبر ولا يبرك مفرسنا كالبعير سدرتك وفريسه عم ومفرسنا اي كبروك البعير وليسجد ها سجوده مركو سجوده مقدما سوى هرمنا يديه كعمه وفي روايه حيشيسه لركبتيه سواء مرنا احاديث ات فربضوها علماء هذا يقول ريرين مع احاديث غير وحي شيغيسا ان لغه له هرمريه وجلبا عنه احاديث غير وحي شيغيسا قعمه له هرمريه مقصد تحت علماء وحيدين قف علماء كاستو اجتهاد سميسي مساله سيده يقول اركتي دذالك جهدك اي كبحسي علماء محلنا بقى هدي اي كصحسيهن لو اجريليين هدي يقول قلديهن هل اجريلي اي اجر العام معهم مكسات درت القفقي علم راعه وقال دنت حديث سات درت حديث لا إنكار في مسائل الاجتهاد مسائشة علم الاجتهاد إذا ذا لا يكون بحيان ليش كم إنكار كره لكن مسائل قارو حديث ده محل إذا الاجتهاد بلهن معنا لما ده علم هبل إذا ذا كيس وح أصو صار إن معنا عبادة مثلا سلا إن تلا هذا واحد أربعة يويدنا سلا هذا عشرة سلا مش كفلاسين سلا سبحان الله وتعالى مش كفلاسين عشرين أفرد قال لا بحسكم فلا سوى حم مسائل اجتهاد او دلال لكم بحنا بس انا درت المحلين قفك اساق او اربو او امام عاد مثلا انا مهدي الشافعيه ان يمحن قبنا انجيل بحر الرمري احاديثه قصورتي علم كان المحيط طبعا قعمه هرمني كي قعمه هرمني هو قلدنت مدينه هدي انا كان اجيب عن هرمني وقلدنت لما راح بس اساق شبك لو روايه جرتو ان كسو محل يراد اي علم قار اي حوجيان ان قعنت له هرمري علم قار وحي حوجيان جلبها له هرمري ما دام حالنا قفكي سلا سمعنا كما ينكرين قفكي لويس هرمري جلبيس هرمري وصحاي قفكي قعميس هرمري وصحاي
واي شيخ عمر رحمه الله تعالى وليسجد هس وليسجد هسجد هسجد مقدمة سوهر مرنا يديه قعميسة وفي روايتنا لركبتيه أي مقدمة سوهر مرنا لركبتيه جلبيسة واسجد على السبعة الأعضاء التي قد ثبت الأمر بها في السنة الأنف والجبهة واليدين والركبتين قل مع الرجلين ما شاء الله واسجد سجود على السبعة الأعضاء تضبط حبناتك سجود تضبط حبناتك سجود التي تاسو قد ثبت سجنا عليه الأمر أمرك بها بتلك السبعة تضبط سجود سجود في السنة سنة وكسجنا عليه أمرك الأنف كسجود سنكي والجبهة وجبة كسجود واليدين لبضك عمودك سجود كسجود والركبتين وقل له الركبتين لبضك البوت مع الرجلين لبضك البوت حال إلى سعدان إلى جيران واسجد سجود على السبعة الأعضاء تضبط حبناتك سجود تضبط حبناتك سجود التي تاسو قد ثبت الأمر أمرك أسجن هذه بها تضبط سجود إلا سجود في السنة نبي قابل الشيء أمرت أن أسجد على سبعة أعظم تضبط حبنات أي رجل وقفك إلا سجود قوة معك الأنف إذ كي جرى مع مسألة وحتى كي ستبقى أنت يكو سجودا أما ما يشعر يكو سجودا سنك دولك مقارسين النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض قف كي سنك يسألوك عن تاون سلاة أمه وسلاة أم أهالي سنك أقول كتازي وحلقة وقفك دلك قال سنك دولك إنك إلا لنا سنك أمو أبو كريس نغضا سنك سوء دولك نار سنك دولك هذه ديك يا سنك دولك ديك فليس كي سأدر يتعمل الحال كو ما حاجة الله به قعمها إن لديهم جلبها إن لديهم إيه لقاها حتى دلك قال واحد قسم لك السجودان فرها ما حاله باهي يقبل لقاها دي سمان لو قال كره إيز دول سعره إيه سجوده كجرب خوف حد بقول سعيره كجربه شدك تعلوه فراها فراها لو قال فراها إن قبلة لو قال دي واه ما قول عقولي الأنف كسجود سانكي والجبهة وجهه كسجود واليدين قعمه إيه وقل له وقل له الركبتين الجلبه مع الرجلين لو هي حالة إلى سعره ونحيا يديك عن جنبيك وفرجا وأبدي ضبعيك وجافيا بطنك عن فخذيك ومرفقيك ارفع وضع كفيك ما شاء الله ونحيا فقي فقي يديك قعمها كفقي عن جنبيك كن عيدها مفرجا أذيقو كلبحنا فريه وأبديا موجي وموجي ضبعيك كل كشار موجي لبضا كل كلود موجي وجافيا فقي بطنك على وشهد كفقي عن فخذيك محلق بودرر كفقي ومن فقيك ارفع وارفع قريال من فقيك حصول هذا كفوغي محاجة قريال وارفع قريال من فقيك حصول هذا وضع لك كفيك لوضع على عدوك شيخ عقوبة مسائل أد مهمة وجافيا ونحيا فوغي يديك قعمها عن جنبيك وقع سجودة قليس لا أعتقد قعمها دين حيضة الجنان لا كفوغي واي بل وحاليري دوية يا أما حيوان يا ربك النبي أو وسجود هتو سامر ربو مريكا سو قامي سو كريه لجري واي مفرجا أدي فرح كلا بحنا سان المرة فرح كلا بح سان المرة سان المرة حقد أحد هذا كلا سان مفرجا وأبديا موجي طبعيك كل كلاها جموجي وأين المغضام حتى أصحاب غير هذا كل كنيس عدان توضع على الكجر صلى الله عليه وسلم النبي وأن محلك ربو قادر وجافيا فوقي بطنك على وشك فوقي عن فخذيك وحال يرادة عجرادة هذه أن بوضها كفوقي أو دوغين على وشي بوضيه اسكو دوغين كو هيا وارفع كوريال من فقيك حسنه كوريال وضع لك كفيك ساسو كوري لك لك دادا أعتقد سادة دادا سنة بسجودة فما نبي صلى الله عليه وسلم ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب سنة يوفريس ايغو انبساط الامر على عشمه قد لو قد تت كان كرب ورفع قل ساس الله بارك الله فيك ووجها للقبلة الاصابع مضمومه كما قضاه الشارع كذا رؤوس القدمين استقبلي بها وسبح باسم ربك العلي ووجها وجهي او كؤادي للقبلة قبلة كؤادي الاصابع فريه مضمومه حال سدمي كما سدي قضاه توجيهاس أما جهنتاس هو حكميي الشارع ومتكي وحجديني وكذا سيدا سوكا لإستقبل كؤادي رؤوس القدمين بحالي اللبضي اللغوط مدر حودي بها قبلة كؤادي وسبح تسبيح سو باسم ربك ربك يا مقعي سكو تسبيح سو ربك على علي سرين تبرنا
ووجها للقبلة قبلتك وآدي على صابعة وماشي عشانه فرها قعمها ماشي خوف صامد يقرأ وسلان وليه لكن فرها لقاها الله ومعين لقاها لقاها فرها وضيتك وآدي نيسا قبلتك وآدي سلان مقع سجود زنطع سلان سمعي فرها وآدي سجودي محالي قبلتك وآدي مضمومة حالي سدون مي محاسم نيسا هكلا ديرينين سدون واي كما سيدي قضاه وحكمه الشارع معنى الشارع وحيني قبل قدرت سوري الشارع يا شارع الله يا حجري إله سبحانه وتعالى سيدي إله وحكمه واي كذا سيدي سوكال وحكمه رؤوس القدمين استقبلي استقبل كؤادي رؤوس القدمين محالي رضا لبدي محالي رضا قمده مدحوري بها بالقبلة كؤادي واي وسبح تسبيح سو باسمك العلي باسم ربك ربك ما عيسى كنت تسبح سو ربك العلي سلام ما حد هذا سبحان ربي الاعلى تاسقوت المام وسبح باسم ربك العلي وحلج اذا سبحان ربي الاعلى واي مركا عفوا تن او فرها مركا تنهر وحوت المام وجها للقبلة الاصابع فرها ايوه سدون سن سدون سلام زميلي سن اما رؤوس القدمين لوها يولج اذا حتى إذا اطمأننت في السجود فرأسك ارفع عنه للقعود مكبرا واجلس على يسراك مفترشا وناصبا يمناك حتى إذا اطمأننت مركات كحسش في السجود سجودي فرأسك مدحا ارفع عنه كريال للقعود فدي قدرت سو كريال مكبرا أدقو تكبير سناي واجلس فريسو على يسراك بدح ذلك فريسو مفترشا أدقو قبلناي وناصبا أدقو تهاجا يمناك مدك تالا ثم على فخذيك كفيك ضعي ومسألك لك حتى إذا اطمأننت مركاتك حسيش في السجود سجودي سجودي يكون حسيش أذكارتي أتخلصي سبحان ربي الأعلى أتخلصي سدح جاء مركات قوية ارتهي ما حسميني سمك فرأسك ماذا حاجة ارفع عنه قريبا مركات سجودة أتقشده أتكون حسيش أذكارتي أتخلصي مركات ماذا حكر وقات ما حد ماذا حكر وقات للقعود فلي درتيس ما حد وصعدها فلي وصعدها سجودي قوات مركات كيسا ما حسميني سا فلي وماذا حد كقريش واي ما اسمها مكبر هذا التكبير سنه الله اكبر لا لا اسك استغمان هذا التكبير سنه واي واجلس كفريسو على اشراك نبتدا بذح بذح هذا كفريسو مفترش هذا جوجلان وناسب تاغ يمنا لو تمد و تاغيسا تم بذح يدخل الفريسين اذا تم بذح ما حسبني اذا كنت الفريسين تم بذح و تاغي سوال فهم ما علينا تم بذح سنه اوتك تم بذح كل الفريس تم بذح ساسو فريسو مرك ثم على فخذيك كفيك ضعي مبسوطة منشورة الأصابع ثم على فخذيك عجرات هذا أمر بوذها ثم ضعفا ساق كفيك لو وضع هذا على عروض وحاد سارسة على فخذيك لو وضع هذا عجر أي سارسة بوذها مبسوطة حال لفذي منشورة الأصابع فريد لفذي واسكمي معنى وحكوين ما كانت فريسة المحاسمين إيسا لو وضع هذا عمود وحاد دلسار إيسا بوذي دلسار انت عم دلسار مبسوطة منشورة الأصابع فرأى سنة سمين سنة سمين فرأى هذا لكلا بحبيحيه لفذي سنة سمين سياسو سمين ثم ضع ساق كفيك لو وضع على علوت ساق على فخذيك بوضعها كساق مبسوطة أيضا لفذي منشورة الأصابع فرأى هذا لفذي واسكمت وإن تشأ فقدميك فانصيبي واجلس بلا إنكار فوق العاقبي ومسألك مسألك ولي فريقا كنت جنا فيه شيخ جزاه الله خير أذو دار رحمه الله وحقول فريق حتى لك حتى ومحي فريق أقول حياة لبض سجود فريق أقول حياة لبض سجود وإن تشاهد الدوني سيد فقدميك عجهاجا فانصب تاك واجلس فريسو بلا إنكار إنكر الآن أقول خوفك وقول إنكرين فوق العقبي عين ابتكر كذا كويس تاك هاي معناك فريسو وإن تشاهد الدوني سيد فقدميك عجهاجا فانصب تاك واجلس فريسو بلا إنكار إنكر لها فوق العقب علم تكرك هذه مع سمين إذا هدرا لبض لبض أنت هتاكتد إربوه دي كدو الفريسو ساس وقوت الماء ما فهمنا ولنا اللغة هاي الساد وتاكتد إربوه دي كدو الفريسو وات سمين كرتا أيضا ما حالي وحديث وكان أساقه شيء فإنها قد ثبتت في السنة حقا كما رواه حبر الأمة فإن تلك الجلسة أم فإن تلك الجلسة هبقى سولو فريستو قد ثبتت ويسقناتي في السنة يسقناتي حقا سيدبها يسقناتي كما سيدي
رواه ووريه حديثكي حبر الأمة أمة عالم كذي ولا جذا حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه نينا هو دي خوفا سيدا سمينا ين أركي نجي هو إنكر سناب خوفا سيدا سمينا ين أركي أسوأ الله ودي سر لغات إربهاد وكفر إنسان مولاي بنا تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم النبي سنة دي ساب سيدا سالين ما قم حاسم ين كرتها لغات لبعض لغات تاكتدو إربهاد وكدل فريس واتسم ين كرتها حتى إذا اعتدلت باطمئناني فعد وكبر للسجود الثاني ووصفه والذكر فيه فافعلي كما فعلت في السجود الأول حتى إذا اعتدلت مركات اعتداشيد معنى مركات حاسشيد وكبدا بمعنى حتى إذا استويت مركات حاسشو فليقتك حاسشو باطمئناني سي حاسلونك فعد نقو وكبر هذا التكبير للسجود الثاني سجود لبات فليق مركات فريسات او ادكو حاسيشين محاسبينيسا هذا سجود لبادد عيسى زمان سجود لبادد عيسى ادكليسا حتى اذا اعتدلم اذا اعتدلت مركات سناته بتمهناني سي حسيروني اه فعد نقو وكبر تكبير سو للسجود الثاني سجود لباد ووصفه والذكر فيه فافعلي ووصفه تلمام كيسا تلمام وحوق هذا سجودي وي اي والذكر اذكارتي اما ذكري او فيه في السجود كسو منادي فافعل سمي كما سني فعلت اسمي في السجود الاولي سجودي كواد وحد سمي سيات سمي نسا انت اسوال سجودي كواد قابكي ات سمي سمي وحد اغري سينا اغري انت اسوال لكن اما فريق محال اغري قرأ ربي اغفر لي وارحمني وجرته وعقب وجرته ربي اغفر لي ربي اغفر لي وات اغري قرأ لربي الحمد لربي الحمد وجرته يا احادي محالي اذكار فرق بدنا اذا كنت متفرق اس محالي لا فريق سنة بين, 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 بين السجدتين لو سجود فريق لفريق سنة انت اصدع اليه ووصفه وصف السجودي سجود تلمام كذي إيه والذكرى أما تلمام كذي والذكرى ذكري أو فيه في السجود كسرنا هذي فافعل سمي كما سيدي فعلت أسمي سي في السجود الأول سجود كوبات وكبرا في الرفع منه مثلما كبرت فيما قبله تقدما وكبرا تكبيسه وتكبيسه في الرفع كنقو شدي منه من السجود مركزك كنقو نيسي مثلما سيدي أو كبرت التكبيستين فيما وعي قبل تقدمه المريض قبله قبل السجود معنى حتى ما حاسه ما يسمى السجود يس الله اكبر سمدين ما سجودك كي ساجد سجد ساجد ربنا ما حاسه ما يسمى الله اكبر ساسه سمى يسمى وكبر التكبير صف الركوع في الرفع كرنق شدي مركات ما حاجه تكبر يليس منه من السجود الثاني مثل ما سيدي هو كبرت التكبير سدي فيما شيء تقدمه المرء قبله قبل هذا السجود سجودا لبات تي هر ما حاسه ما يسمى الله اكبر سمين تي لبات الله اكبر واحد كلام الان واجعل جميع هذه الاركان قريبة السواء في اطمئنان وكل ما كلا سار كلا سار وكل ما لهم علينا وكل إيماء سيد السحرة وكل ما لها من الأذكار مما روي عن سيد الأخيار في كتب السنة خذها منها وافرة إذ ضاق نظمي عنها فهذه صفات ركعة خذها وافعل بباقي الركعات هكذا ما شاء الله واجعل سمع واجعل يل جميع هذه الأركان أركان ربنا وحد كيشا قريبة السوائي سنان تذي من اسكولو في طمئناني حسيلو ذي اسكولو معنى وحقول أركان تان حد القوش يجي ركوع اعتدال سجود فدي سجود لبات معنى وعنى هكلا دايرين هكلا دايرين وإني سنان هذا نجي صحابي قام ركوع هذا وعلي نبي صلى الله عليه وسلم حركي قيامه فركوعه فاعتداله سجوده جلوسه سجوده قريبة من السواء ويسكروا وين تأذن سيا سمي هكلا ديرينين معنا وقتك أتكو حسيلي سيد اسكو متكريك أما يسكروا وين واجعل الجميع هذه الأركان أركان تان أوطن قريبة السواء سنان تان مدس وقلوا في دمهنان حسيلي دي وكل ما وحكستا أو لها لهذه الأركان أركان تان أي ليدها ومن الأذكار أذكار تي كمدة ومما نكمدة ذكري روية لقصه قولي عن سيد الأخيار أخيار تسيد كود والنبي قال في كتب السنة سنة كتب تادي لبوسو قوريي خذها أذكارتي كقادو منها سنة كقادو وافرة أيضا دميسرا إذ عليه ضاق نظمي قوي عريري ونقضي عنها عن ذكرها معنى وحقول لي يعني ذكر معنى أذكارتي كسو أرورتي لن أنا قم شيء كروي قوي عريري ونقضي سأذكر تادي كتب السنة كقادو مكة ركوعة أذكار بدنا نجد هذا ركوعة ركوعة دلفت الكيد انت أو دعا إلى هذا ما كان يستاهل دعاء بدن الى هذا سجود دعاء بدن الى هذا فريق الفريسان دعاء بدن وليه بس هذا الدكتور يقول لي خوفك ابان اذكارتك او كلا دوبن انه اغريو
كتب السنة كرعذوه وكل ما وحك السؤالها لهذه الأركان أركان كان أصبنا هذه ومن الأركان أذكرت كم ده ومما حالك هذه أذكره روي لسه قوري عن سيد الأخيار كوي ونوانكسنا سيد كود لقصه قوري في كتب السنة سنة كتب تدل لقصه قوري خذها كقاض ومنها من كتب السنة كقاض ولو بهين سأدرت هذا وحافي عنا ليه مر والوقفك مركي عباده سمينا وحافي عن محل وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت وافعل إذا عبادة إذا تنوعت عبادة هدي النوعية بدن أيلة وجوهها وجيدها ما حسمي ليسا سمي معناه حسمي ليسا عبادة مر وجي قاني كتمت مر وجي قاني كتمت مر وجي قاني كتمت كل إسكت هنا سمي سي. لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين شرع الوحلو إلى لكر وحوى إلا سمي هدان سمي عليه الماما سوما هدي نبي صلى الله عليه وسلم مرسل أنه سمي مرسل هذا مثل تصالان الله أكبر محنا قانا بدنا أنا وحنا قانا وجهت وجهي للذي فطر السماوات سوما وحافي عن وجهت وجهي مرعنا الأغرس مر خاصة من كل جاي أتى سنوي مر كاتو قانيس مر وجهت وأقري مر مع تقري ليس سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غير مر مع تقري ليس اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعد بين المشروع مر مع تقري ليس الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله كبرت المعصيلة وحكنا دو لكن هذا هدي لعل هذا قفك سؤال إذا بينا قفك وجهت تاجر توريجس وجهت تاجر سبحانك اللهم دي قفك ومغلس وده هاي كان سلاد وكعيرة زي كان أنتو كأنك دعوان لكن هدي قفك وحين ضيع دعوي مربوط متو أخرنا هاي فائدو هلا أجر فرضا وهلا السنة النبي إلى أيو إلى لي شرعتنا به المامي هدي أن لا تذكرنا اسمه ولا المامي وكذا درتين بقى إمام أحمد رحمه الله ورحمه واسعة النبي السنة أذو راعجري حتى مروا استوبي نبي صلى الله عليه وسلم أيوه دي معناه سنة دي سا نبي مركو استوبي يمسو بحيوري أو قرشة أنت أسو بحيلي نين أقول إتو قرش كنبي هو بحيو كلو بحيل أنت أسوقك يقول ديناي نبي صلى الله عليه وسلم بقول حقولي أذكرت هذا طبعا عندك كتب السنة كقاضو أيد تكيري سا فهذه تاني صفات ركعة ركعة صفوين كده وين خذا أو قاضو وافعل سمي بباقي الركعات ركعات كصهري هكذا السنة قالوا زمان ركعتي هو واحد سمي سي او كلا ايات سمي نساء ركعتي لبات سدحات افرات اللي فاهمين سؤال اللي ودنا فهذه تن صفات ركعتي ركع صفوين كيد وياخذها هل ركع واحد سمي لدنا لو شيء سدا سمي لوي مركه تاغيت سدا سمي ركوع سدا سمي اعتدال سدا سمي سجود فدي سجود لا سدا سمي وافعل سمي بباقي الركعات ركعات سهرين هكذا سدا سمي بس سؤال اللي ودنا ركعاتك الدنبه هي ركعات كوبات وحي السميس وكم سمي لك الفما وحي كوبا لدوبين ياجر سؤال واحد تفضل شيخنا يا شيخي مع التشهد ساعة واحد ركعات كوبات تشهد إلي ذا ركعات كوبات تشهد ملاها ساعة محاكا لك يا شيخي عبد الله عليا من الله صلى الله عليه وسلم تعالى صلوا كلام تقبلين واي هي ولي وحكة وحياة وكل ربع أي كل دوين وأضواء تكبيرة الإحرام الله أكبر تكبيرة الإحرام يسكلك تكبوا بس كله أما الله أكبر تكبيرة الإحرام إلى ذلك تسد حد ملاه تنفرد ملاه ما حكله يا أخبارك النية تقول دكنا دوا النية ركعتك هو بطل نية سليسة طلبة ديني على قربة ماي مين كره دعاء الافتتاح بارك دعاء الاستفتاح انت نطيع اسكاله ركعتك هو بطل اسكاله بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا